أحسنت، أنا تحدثت عنها، قلت أنه البرلمان العراقي جاء بفقرة رد الدعوة، والفقرة الثانية أنه حل البرلمان نفسه لتجاوز المدد القانونية والدستورية، وبالتالي هو قرار مسك العصا من النص، هذا ما أتت به المحكمة الاتحادية. وأعتقد وهم يعتقدون أن القرار جاء من أجل الصدريين وأيضا من أجل الإطاريين، يعني عملية إرضاء للجانبين، عملية إرضاء للإطار التنسيقي وعملية إعطاء مبرر للتيار الصدري على أن هنالك مادة قانونية أو حكم قضائي يجيز أن يحل البرلمان نفسه لتجاوز المدد الدستورية، وبالتالي أصبح غير شرعي. بالتالي من العاقل الذي سيحكم، أو من العاقل الذي سيتخذ الإجراءات التي ممكن أن تحقن دماء العراقيين؟ نتمنى أن يكونوا أكثر تعقلا، وأكرر هذا أن الدم العراقي محترم، واليوم نحن قابلين ومقبلين على ربما على أعتقد يعني هنالك مؤشرات تشير على أنه ربما تكون في شهر العاشر، واحتمال من شهر يوم 25/10 ربما ستكون هنالك بعض الأمور التي قد تخرج عن السيطرة، وبالتالي ربما سنقاد باتجاهات لا سمح الله لا نتمناها ولا نرغب بها، لكن هنالك مؤشرات خطرة تؤشر لنا أنه شهر العاشر سيكون شهر صعب جدا على العراقيين.